هذا الجد الأكبر ديال إبراهيم الغالي. إقليم الرحمنة ليس فقط حوضا منجميا غنيا بمادة الفوسفات، بل هو أيضا حوض يزخر بالرموز الصحراوية. فالرحمنة هي مسقط الأسلاف وأجداد مؤسسي جبهة البوليساريو، بدءا من الزعيم الروحي الولي مصطفى السيد ومحمد عبد العزيز وإبراهيم غالي، ثلاثة رؤساء تعاقبوا على زعامة جبهة البوليساريو، تجري في عروقهم دماء الرحمنة والجينات القبلية للرقيبات. لكن للأسف خانوا عهد أسلافهم وتنكروا لتربة أجدادهم وشهدائهم المغاربة بالرحمنة. أنفاس بريس زارت عددا من مقابر أجداد زعماء البوليساريو وتحدثت إلى أبناء عمومتهم ونقلت صرختهم لأبناء عمومتهم بمخيمات تندوف للالتحاق بالوطن الأم. السلام عليكم ورحمة الله. نظريك في الزاوية الدرقاوية للشيخ سيدي محمد ولسيدي عبد الرحمن الرقيبي الطالبي. هاي الزاوية ذات أصول منحدرة من الجنوب، من الأقاليم الجنوبية اللي جاءوا أزيد من 120 سنة هذه تقريبا. جاء الشيخ الكبير اللي هو سيدي عبد الرحمن الرقيبي بو الشيخ سيدي عبد محمد، هو اللي جاء في الأول، جاء سابق ذاك يا غير الشيخ سيدي محمد. هذه الزاوية أسسها تقريبا أزيد من 120 سنة. أما الوالد ديالو راهو جاء تقريبا شي 200 سنة وما فوق، هو اللي جاب المعايير كاملين، جاب سيدي محمد مازالو تركه صغار، وجاب الإخوان ديالو منهم سيدي علي سيدي يوسف وشي العائلة كاملة جات مع الشيخ سيدي محمد سيدي عبد الرحمن الرقيبي الكبير. يا غير عاقب ذاك الشيخ سيدي عبد محمد أقرأ العلم وعاد من الناس اللي ينشروا الدعوة الإسلامية والناس اللي يعلموا الأصول الدين، وعاد عنده صيت في الصحراء وهون هالزاوية عادت أم ولها فروع، لها فروع في العيون في الصمارة في الطانطان في قلميم، ولها فروع ملي هون في الرباط، لها فروع في بني خيران في أي تعتاب، لها فروع ياسرين. هنا إقليم الرحمنة زوايا ودواوير شيوخها مريدوها قادمون من عمق الصحراء المغربية. شاءت الأقدار أن يستقروا في أرض الرحمنة منذ أكثر من 200 سنة الرقيبات، ولاد دليم، ولاد تدرارين، إيكوت، العروسيين، ولاد بن سبع إلى آخره. رأيك هذا الضريح الكبير هذا هي الشيخ سيدي محمد ولد الشيخ سيدي عبد الرحمن الرقيبي. هذا سيدي عبد الله الابن ديال الشيخ سيدي محمد. هذا مولاي محمد اللي هو الابن ديال سيدي عبد الله جده الشيخ سيدي محمد اللي هو الوالد ديالي. هذا مولاي محمد هو الوالد ديالي انا. احنا عندنا علاقه معاهم لانهم هم هنا أخوتنا وفيهم ابن عمنا وفيهم أهلنا، عندنا عند معهم علاقة، وحنا نطلبوا مولانا يجمع الشمل ديالنا. احنا هذاك راه احنا في جميع الأحوال رانا الأهل وإخواننا وعمامنا والعائلة كاملة رايفين. بين جماعتي سيدي بوعثمان وبوشان بإقليم الرحمنة مسافة زمنية، لكن الرابط بينهما شيخ من شيوخ الرقيبات، إنه الشيخ محمد الرقيبي بالزاوية القادرية سيدي محمد الرقيبي من فخدة ولاد طالب، شيخ ورع وعالم زاهد ربى أبناءه على العلم والمقاومة بعد أن رفض أن يكون ألعوبة بيد المستعمر الإسباني. ومع نيل المغرب لاستقلاله اختار أبناء له الرجوع للصحراء، في حين فضل أبناء آخرون له البقاء في الرحمنة. احنا الان كنتواجدوا في زاويه الشيخ سيدي عبد الرحمن الرقيبي الطالبي اللي مدفون امامكم اللي كتشوفوا. هذا الجد الاكبر ديال ابراهيم غالي، واللي اللي حداه سيدي علي ولد سيدي عبد الرحمن خو سيدي محمد اللي في الزاويه اللي في الاثنين ديال المحره.
يعني عنبوه. وهذه المنطقة هذه نقال لها جماعة أيت حمو قيادة بوشان إقليم رحامنا. حسب الرواية وحسب الحكاية اللي عندنا، الشيخ سيد عبد الرحمن كان من العلماء الأجلاء الكبار، وكما كيعرف الجميع بأن الاستعمار سواء الإسباني والفرنسي كان كيحارب العلماء، لأن الناس كانوا كيستمعوا كل من حاجة قالها فقيه أو عالم كانوا كيتبقوها. حاربوه، والحرب اللي حاربوه رفد ولاده جاب ولاده تقريبا حسب الرواية اللي عندنا تقريبا 180 سنة أو حتى 200 سنة، ولاده اللي منهم سيدي بوهية ومنهم سيدي علي منهم سيدي موسى منهم سيدي محمد اللي مدفون دابا اللي زرتوه مؤخرا اليوم الصباح. هذه هي الرواية اللي عندنا. وكاين حذر من قبيلة الرقيبات الفخ ديال ولاد الطالب، غادي ندوكم نزوروكم وتشوفوا واحد المنطقة أخرى، مقبرة أخرى ديال الجد ديال الوالي مصطفى السيد، باش نبينوا لكم ونبينوا الرأي العام الوطني المغربي يعرف شنو كاين، ما هي العلاقة اللي كتربط ما بين الرحامنة وما بين الجنوب. احنا اليوم في مقلع ديال المكتب الشريف الفوسفات. هذه البلاصة كان دوار اسمه دوار التهالات، يعني فخذ من الرقيبات اسمه التهالات. وبما ان الفوسفات جاو دا لفائدة الدولة كما يقال، هذا الدوار تحول، وهذا الدوار كانت فيه واحد الشخصية فدة من قبيلة الرقيبات التهالات اللي هو المرحوم محمد سالم ولد قدامي، غني على التعريف بالنسبة للمنطقة اللي احنا فيها دابا، منطقة بوشان. كاينه واحد الروايه كتقول ان هي حقيقيه، ولكن ما عنديش التصحيح باش نقول لكم فين هو القبر ديال جد الوالي مصطفى السيد احد مؤسسي جبهه البوليساريو. كاين هنا، انا كنعتقد هو هذا القبر ديال محمد سالم ولد قدامي، المرحوم محمد سالم ولد قدامي، وكنعتقد هذاك هو القبر ديال جد الوالي مصطفى السيد، لان الارتباط كما اللي كتسولوا عليه هو دوك المؤسسين ديال جبهة البوليساريو كلهم، إني نقول بدون استثناء كلهم كينحادروا من منطقة الرحامنة، كل منطقة الرحامنة كلهم، راه محمد عبد العزيز اللي توفى، إبراهيم غالي، الوالي مصطفى السيد، يعني مجموعة. هذا كنقول لك هادو من الرقيبات. أضيف إلى ذلك كاين قبائل أخرى حتى هما كاين عائلاتهم هنا مدفونين، ما فيهم ولاد ليم، فيهم يقود، فيهم واحد المجموعة من ولاد تدرارين، واحد المجموعة من الناس اللي مدفونين في منطقة الرحامنة. منطقة الرحامنة كما قلت لكم سابقا، من أراد من المغاربة أن يدافع عن القضية الوطنية أو قضية الصحراء يدافع عليها من قلب الرحامنة. حقيقة هي هذه اللي زرتوها انتوما وشفتوها بعينكم، واش هذا دليل ولا ماشي دليل؟ هذا دليل قاطع بان الصلة الوصل اللي كاينه ما بين الرحامنة وما بين الجنوب هما هاد الشخصيات البارزة المغربية اللي مدفونة في ارض المغرب، في ارض بوشان، في ارض ايت حمو.